اسمع الحكاية واحفظ الآية والشاهد. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. في أحد الأفراح كان في فرح، وكان في راجل كبير بص كده لقى الأستاذ بتاعه اللي كان بيدرس له لما كان في ابتدائي في المدرسة موجود، ففرح بيه كده وتعرف عليه وراح له قال له أهلا وسهلا، مش حضرتك الأستاذ فلان؟ قال له أيوة، كان راجل كبير بقى في السن. قال له أنا تلميذك في ابتدائي من في مدرسة كذا. قال له أيوة أنا فعلا مدرس في المدرسة دي. قال له من 35 سنة حضرتك مش فاكرني؟ قال له لا أنا مش فاكر حضرتك طبعا، أسف، حضرتك مين؟ أهلا وسهلا. قال له أصل أنا مش ممكن أنسى حضرتك، مش فاكر التلميذ اللي كان سرق الساعة من صاحبه في الفصل؟ قام الراجل المدرس رجع بذاكرته كده وقال له أيوة أيوة فاكر حكاية الساعة دي. قال له أهو أنا بقى، فاكر حضرتك عملت إيه ساعتها يا أستاذ؟ قال له لا أيوة فكرني. قال له حضرتك ساعتها عملت فيها جميلة اللي يمكن أنساها، أنا سرقت ساعة اللي قاعد جنبي في الفصل، وهو قاعد يعيط ويصرخ وقال الساعة بتاعتي اتسرقت، فحضرتك رحت عملت إيه؟ قلت الفصل كله يقف، كل واحد يطلع يقف قدام الحيط ووشه في الحيط وإيديه فوق، وحطيت فتشتنا واحد واحد من ظهرنا، حطيت إيدك في جيب كل واحد، وأنا لما حضرتك قربت مني قلبي بقى يدق، وقلت هتطلع الساعة من جيبي وهتفضحني قدام العيال، والعيال كلها مش هعرف أوريهم وشي بعدين، وبقيت قلبي قرب يقف من كتر الدق، ولقيتك يا أستاذ حطيت إيدك في جيبي طلعت الساعة، وبعد كده كملت تفتيش الأولاد عادي لغاية آخر واحد، وبعدين قلت لنا كل واحد يقعد مطرحه، كل واحد قعد مطرحه، وبعدين حضرتك طلعت الساعة قلت له هي دي الساعة بتاعتك، فرح الولد بيها واخدها، وحضرتك ولا جبت سيرتي وسترت عليا ولا قلت حاجة خالص، وأنا من ساعتها مش ممكن أنسلك الموقف ده، ورحت بعد كده صليت لربنا وقلت له أنا يا ربي مش ممكن هسرق تاني أوعدك، ومن ساعتها ما عملتش حاجة أبدا من الحاجات دي، كنت متعود على حاجات زي كده قبلها، أبدا الموضوع ده ما تكررش، وأنا لا يمكن أنسلك الجميل ده يا أستاذ. الأستاذ قال له بس في حاجة تانية بقى حضرتك ما تعرفهاش، إن أنا زي ما طلبت منكم إن أنتوا تغمضوا عينيكم، أنا كمان كنت مغمض عيني عشان لما أحط إيدي ما أعرفش مين فيكم اللي خد الساعة، علشان ما يبقاش عندي فكرة وحشة عن حد منكم. قال له ياه، قال له آه، المفروض إحنا حتى لما نعرف إن حد بيقول علينا كلام ما نعرفش أحسن، عشان ما تتشوهش صورته قدامنا ولا نزعل منه. طبعا تصرف راقي جدا. نحفظ الآية، فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. متى 7:12، فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. متى 7:12، يعني اللي انت تحب ما يترضاش يتعمل فيك ما تعملوش في غيرك. انت تحب لو عملت حاجة غلط الموضوع يتفضح، ولا تحب تستر؟ طبعا زي ما انت هتستر ربنا هيستر معاك وهيستر عليك، زي ما انت هتشهر بالآخرين هيحصل معاك. ففضيلة الستر جميلة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا، والقديسين قالوا تستر يعني مش بس أنت تستر على اللي بيعمل حاجة غلط، ربنا يستر عليك. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين. فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. متى 7:12، فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. متى 7:12.